طيب إن شاء الله دي ده الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة اللي بنتكلم فيها على الشابتر 2 اللي هو بيتكلم على البيسك ايكويشن والفاندمنتال بتاعة الكونسنتريشن. احنا كنا قسمنا المحاضرة نصين، نص اتكلمنا الأولاني، النص اتكلمنا فيه على اليو ال وحساباتها ازاي، والمرة دي هنتكلم عن ان احنا نحسب اف ار ومنها نقدر نطلع اليوسفول باور ودرجة حرارة الخروج من الكوليكتور ايا كان نوعه، بصرف النظر ان انا مش عارف هو نوعه ايه. في الاخر هنشوف ايه هي انواع الريفليكتور اللي بنعمل بيها كونسنتريشن او انواع الكونسنتريشن عموما، وهنشوف الفرق بسرعة، هنشوف الفرق في التطبيقات بتاعتها. هيكون معانا المرة دي كمان مسألة هنطبق عليها من الشيت اللي معاك، هي نفس المسألة كنا عملنا في أول نص. حسبنا قيمة يو ال بفرض ان درجة الحرارة 18، طبعا احنا جوه المسألة حليناها بالتفصيل وطلعنا درجة الحرارة 15 و6 من 10 و7 من 10 حاجة كده، وعملنا كل الحسابات بالتفصيل. المرة دي هنبتدي ناخد نفس المسألة ونحسب لها اف داش واف دبل داش واف ار، ونطلع درجة حرارة الخروج ونعرف درجة الحرارة ونتأكد من درجة الحرارة 200 اللي احنا كنا فرضينها في اول جزئية من المسألة، او في الجزئية التانية في المسألة اللي حليناها في النص الاولاني. لو جينا كده لتعريف اف ار، نبتدي الاول باف داش، وهو ده اللي انا ضفته على البرنامج. انا عملت حسابات اف داش. اف داش هي النسبة ما بين المقاومة، لو المقاومة الحقيقية اللي هي 1/UL. طبعا تخيل معايا ان الكلام ده انا هوريه لك احسن على الايز. ادي المقاومات، احنا كنا وقفنا لغاية هنا اهو، حسابات الراديشن لوس والكونفكشن لوس، وبعدين عملنا البالانس وعملنا له مينيمايزيشن لغاية ما بقى بصفر، وبعدين حسبنا يو ال. عايز الفت نظرك لحاجه قبل ما نرجع لليو ال، في السلايد رقم 10. المنظر دوت اللي انت شايفه اللي ممكن نعمله زي ما عملنا في سلايد 11، ان احنا خليناها مقاومات وجمعناها على التوالي. الكلام ده صح فقط لما يكون تي سكاي هي تي اير، وبالتالي اقدر احط الاثنين مع بعض. انما لو ما عنديش كده لازم بحسب كيو اللي ماشيه في الدايره، وبعدين اقسمها على درجه الحراره بتاعه الريسيفر اللي احنا مسمينها تي اف مسالتنا، ناقص درجه حراره الاير اللي احنا مسمينها تي امبيانت في المساله بتاعتنا. غير كده حساباتك لمقاومه الكونفكشن ومقاومه الراديشن بيبقى الاثنين مش صح ان انت تجمعهم مع بعض in parallel. نرجع لمسألتنا، ده اللي احنا عملناه. انا في المسألة دي غيرت درجة الحرارة عن المسألة اللي كنا حلينها المرة اللي فاتت. انا غيرت، خليت درجة الحرارة تي امبيت 10 وخليت تي سكاي 2، قللتها اكتر. بعد كده ممكن ارجع هنا تاني بعد ما حسبت الريزيستنس، احسب الريزيستنس. اول ريزيستنس هي لين تي على دي على 2 باي ال كي، انا طبعا شايل ال من كل الريزيستنس. وهنا ار 2 هي 1/باي دي ال، برضو زي ما اتفقنا متشاله مضروبه في الاتش فلويد، دي مقاومه الكونفكشن. بعد كده عندك المقاومه الاساسيه اللي هي كانت موجوده في الاول ما بين الهواء ودرجه حراره السطح، او ما بين المقاومات كلها ودرجه حراره السطح. المقاومه ديت هي دي اللي انا هقول عليها، او النسبة بين المقاومتين دول هي اللي هقول عليها اف داش. اف داش امتى تبقى 1؟ لما ار 1 وار 2 يبقوا 0، يبقى هتبقى ار 3 على ار 3. بعد كده عشان احسب اف، عشان بحسب اف 3 لازم بحسب الكمية دي ام دوت سي بي على الاريا بتاعت الريسيفر اللي هي الماسورة الصغيرة الستانلس ستيل مضروبه في يو ال في اف داش، وده فعلا اللي انا حسبته. بعد كده اهو هتلاقيني حاسب لك الكميه دي وسميتها زد، هي ام فلويد في سي بي بتاعت الفلويد مقسومه على يو ال باي دي اي في ال في اف داش.
باي دي اي في ال، ده هي المساحة بتاعة الريسيفر. لو جبت المعادلات في الصورة دي هتكون احسن. ادي المقاومات R1 R2 R3، ادي اف داش، ادي زد، وبعد كده حطيت ان زد هي الاف دبل داش هي زد في 1 ناقص الاكسبوننشال بتاع 1 ناقص زد وناقص 1 على زد. ومنها حسبت اف ار هي اف داش في اف دبل داش، وبعدين عملت البالانس. الجزء ده من البالانس هو الكيو يوسفول، حسبت الكيو يوسفول بتاعي. لغاية دلوقتي انا كنت فارض ان درجة الحرارة هي 200، بس دلوقتي ما دام عرفت احسب درجة حرارة الدخول والخروج اقدر احسب التي فلويد مين، واقدر احسب منها التي بليت مين، وارجع هنا اهو واقوم حاطط تي اي اللي هي تي ابزوربر احطها هي تاني تي بليت مين. لما اجي اشغل الكلام ده ممكن ابتدي الحل بتاعي. فاهو لو رجعت لهنا هقدر اعمل الحل. المرة دي هدوس F4 وهعمل مينيمايزيشن للديل كيو بالنسبة لدرجة الحرارة تي سي. لو عملت مينيمايزيشن وانا ظابط الباونز انها ما تعديش ال30، عشان انا كنت بعمل حسابات قبل كده انما احنا مش ال40، هي احنا عندنا مش هتعدي ال20. ممكن نقول اوكي. اليو ال زي ما هي 2.23. لو جربنا ان احنا نخلي درجة حرارة السكاي هي هي درجة حرارة الجو. تعال نتأكد الاول من هنا. ادي الديل كيو، انا عندي كيو لوس اهي 78 و19 من 100. نسبة الايرور فيها ما بين الاتنين الصفر والزرقاء هي 0.01 وات بير متر سكوير بالنسبة للكلام ده. الوحدات دي ما هو اللي مستنتجها، انما هي فيها غلط، انا مش مديله كل الوحدات. لو رجعنا تاني للمسألة وقلنا طب انا عايز اشوف لو كانت تي سكاي هي هي تي اير، ممكن اعمل الكلام ده، شيل هنا واحط ب10 درجات، ولما اعمل F4 اعمل نفس المينيمايزيشن. بص الاقي طلع لي تي سي مختلفة شوية. تعال نشوف قيمة يو ال برضو تقريبا هي هي، اتنينات برضو الكلام ده. ممكن نكمل على اي واحدة من دول. درجة الحرارة هنا لو هتلاحظ ان انا بقى عندي درجة حرارة في الدخول تي فلويد ان، وعندي درجة حرارة في الخروج 209، الافرج ما بينهم 181. الافرج ده درجة حرارة الكوليكتور نفسه اعلى منه بشوية نتيجة المقاومة اللي بينهم، مقاومة الكوندكشن في الماسورة والكونفكشن لغاية قلب الفلويد. فلقيت درجة الحرارة دي 195. انا سويتها بدرجة الحرارة تي ايه اللي كنت شغال عليها من الاول، وخليت الكمبيوتر يعمل كل حساباته بيزد على درجة الحرارة دي تي ايه. فبكده يبقى ال10 متر طول اللي انا حاططهم في المسألة دول طلعوا لي زيادة في درجة الحرارة بتاعة الفلويد من 152 ل209، يعني حوالي 60 درجة، اقل شوية من 60 درجة. هرجع للشرح بتاعنا. احنا كنا بنتكلم على الاوفرول لوس، وبعد كده اتكلمنا على اف داش واف دبل داش. اخر حاجة هتكلم عليها هي الكلاسيفيكيشن بتاع الكوليكتورز. انا عندي الكوليكتورز حاجة من اتنين، يا concentrating يا non concentrating. احنا طبعا هيهمنا هنا concentrating collector لان دول اللي احنا بنقدر نشتغل عليهم ونطلع درجات حرارة عالية. ال non concentrating بيطلع لي درجات حرارة 70 80 حاجة زي كده، مش هي اللي بنستخدمها في الثيرمال باور بلانتس. في حالة الثيرمال باور بلانتس انا عايز اشتغل ب concentrating collector وحسب درجة الحرارة اللي انا عايزها، يا اما بعمله linear concentrator يا اما point concentrator، ودي هنجيلها كمان دقيقة. الكونسنتريتورز بتاع تسخين المية غالبا ما بتبقى ستيشنري، انما احنا في حالتنا حسب اللي احنا عايزينه، هل اقدر اعمل سنجل اكسس تراكنج ولا تو اكسس تراكنج اللي احنا بنسميه فول تراكنج. السنجل اكسس تراكنج هناخد تفاصيله وانواعه.
انما التو اكسس تراكنج هو نوع واحد، ان انت بتمشي في نفس الاتجاه بتاع الشمس ايا كان مكانها. يعني انت بتتحرك على اكسين، واحد بيغير لك الازموث لو فاكرين، واحد بيغير لك التلت انجل بتاع الكوليكتور. طبعا احنا عندنا يا اما انجليز، ده لو انت بتسخن حمام سباحة، فرق درجات الحرارة قليل قوي، ما بي يستدعيش ان انت تحط اي ازاز على وش الشغل بتاعك. جليزد ده زي سخانات المية سواء سنجل او دبل جليزد. ايفاكيوتد تيوب ده اللي احنا هنتعامل معاه، اللي انت كنت لسه حل عليه المسألة حالا. لو جينا نشوف انواع الكونسنتريشن، انا عايز في دماغك كده يبقى عندك تقسيمة بالمنظر ده. كونسنتريتور يا اما بيركز الطاقة الشمسية على خط، يعني كأنه 2D وهو بيركز على خط ماشي لغاية جوه الصفحة او جوه السبورة، يا اما بيبقى 3D وبيركز على نقطة. التركيز نفسه السطح بتاع الريفليكتور سيرفيس، يا اما بيكون كونتينيوس يا اما بيكون فرنال. في الحالات دي كل واحدة انا مديك مثال عليها، يعني مثلا اللاين مع كونتينيوس ده اللي بنسميه بارابوليك تراف، البوينت مع كونتينيوس بنسميه بارابوليك ديش. طب لو كان بوينت بس انا بعمله فرنيل، ده بنسميه سنترال ريسيفر تاور. يا اما اللاين مع فرنيل، فرنيل يعني الكوليكتور متقطع حتت، انا واخد الافكتيف اريا بتاعته ومظبط الزوايا بتاعتها من غير ما اعمل مساحة كبيرة من الكوليكتور هي اللي تقوم بالعكس ده. تعال نشوف امثلة على الكلام ده بصور. المنظر ده ادي انا بركز الاشعة على الخط اللي انت شايفه في النص ده، ده اللي فيه الايفاكيوتد تيوب، انما كل السيرفس دي اللي هي كونتينيوس دي بتعكس على الخط ده، كل واحد عنده النقطة بتاعته. بالمنظر ده ده لاين وكونتينيوس، ده اللي بنسميه البارابوليك ديش. الصورة اللي تحتيها تلاقي ان عندك مرايات كتير، بدل ما اعمل اريا كلها قسمتها لحتت، كل حتة واخدة الاتجاه الصغير الاتجاه المخصوص بتاعها عشان تعكس على نقطة، فده بوينت كونسنتريتور. والمساحة دي كلها مش مراية واحدة، فانا كده عشان كده مسميها فرنيل، ده السنترال ريسيفر. لو جيت بعد كده ادي مثال على البارابوليك ديش، ده كونتينيوس وبيعكس على نقطة واحدة، ده اللي تحتيه ده اللي بنسميه اللينير فرنيل. ده المساحة بدل ما تلاقي المراية كملت لغاية فوق وبقت كبيرة قوي، انا لا قطعتها وعملتها كلها في حتة واحدة، بس كل مقطع ليه الزاوية بتاعته، بحيث الأشعة لما تنزل كل مراية من دول واخدة زاوية تقدر تعكس لي على خط اللي انت شايفه منور ده، فده بنسميه لينير فرنيل سيستم. كل واحد من دول ليه الميزة والعيب بتاعه. الكوليكتورز غالبا الفرنيل كوليكتورز دول بيبقوا نون ايميجينج. النون ايميجينج كمان بيبقوا ما هم سطح واحد. ايه ميزتهم وايه عيوبهم وليه نستخدم ايميجينج ونون ايميجينج؟ النون ايميجينج ما بيطلعوش صورة، هو بيجمع لك الأشعة بس، ممكن كل شعاع ينعكس عدد مختلف من المرات ويطلع في مكان غير اللي موجود فيه. ليهم عيب انه طبعا الكونسنتريشن ريشيو بتاعتهم قليلة، انما ليهم ميزة كبيرة قوي ان هما ما بيحتاجوش للتراكنج. اللينير هو العكس، انت زي صورة الكاميرا، لو انت صورت شخص هيطلع نفس الشخص بس اصغر او اكبر، فانت بتصغر القيمة، بتلم الأشعة كلها وتطلعها عاملة نفس الرسمة. فلو عملت كده هتبص تلاقي ان انت عندك بتوصل لكونسنتريشن ريشيو عالية جدا، وبس لازم تكون الأشعة بتاعتك جاية لك متوازية، فلازم تحرك الكوليكتور بحيث ان الأشعة تبقى متوازية ليه، وده طبعا من العيب بتاعه ان هو محتاج لتراك. هنا بيوريني درجات الحرارة مع الكونسنتريشن ريشيو، فانت لو محتاج 250 درجة، لو اتكلمنا على 250 فانت محتاج كونسنتريشن ريشيو بنتكلم فيه 60 70 80 حاجة في الرينج ده. لو انت محتاج 750 درجة، لو طلعت هنا اهو
يبقى انت بتتكلم على مئات المرات. يعني مثلا هنا حاجة بتاع 200 مرة، 200 250 مرة concentration ratio. اخر حاجة، ايه هو العيب في ال concentrating collector؟ هو ما نقدرش نقول عيب، بس هو ال concentrating collector بيعتمد على البيم راديشن فقط. يعني في مكان الأشعة كلها diffuse مش هيفيدني concentration collector، لأن زي ما انتوا عارفين ال diffuse radiation ملوش اتجاه محدد، فبالتالي ما بقدرش اعكسه ولا اتحكم في اتجاهه زي ما كنا بنعمل في ال زي ما بنعمل في البيم راديشن. الحاجة التانية ان هو بيحتاج تراكينج و very sensitive للتراكينج. السلايد الأخيرة دي بتقولي ايه هو ال upper limit لل concentration ratio. فاحنا عارفين ان الشمس اتجاه الشمس ككرة عاملة معانا الأرض كنقطة على المحيط بتاعها، عاملة معانا زاوية بنسميها سيتا كريتيكال. فأنا لو قلت إن أنا هتكلم على الحالة الأيديال في حالة التو دي، النسبة أكبر نسبة للكونسنتريشن إن أنا أخد أشعة الشمس دي عندي على نقطة واحدة، فدي بتكون 1/sin θ اللي هتطلع لك. لو حطيت سيتا بسيتا كريتيكال هتطلع لي النسبة دي 212. لو انا بتكلم على 3 dimensional ممكن اوصل ل 45000 مره concentration. يبقى تخلي الرقمين دول في دماغك. الايديال في الحاله بتاعه ال 2D 212، وفي حاله ال 3D 45000. يعني لو رحت المحطه فيها linear parabolic trough لا يمكن تتوقع ان انت هتكون 200 ولا 220 ولا الكلام ده. انت بتتكلم في ميات، 100 120 80 70. لو جيت تتكلم على محطة سنترال ريسيفر انت بتتكلم في الماكسيموم بتاع 45000، فانت بتتكلم في حدود 10000 حاجة زي كده.